السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب الفراعنة وين متخوف من الخوض قبل ودية الإمارات. يعني وين نشوف الناس يشوفوا بلي عندنا منتخب كبير، لكن في بعض الأمور يعني الفنية وين محتاجين، يعني في الستاف تكنيك محتاجين يعني ناس ليقدموا الإضافة. هذه باش يكون على بالكم، محتاجين ناس يقدموا الإضافة باش يكون على بالكم. وين أبدأ المدرب المنتخب المصري البرتغالي فيكتوريا تخوفه من المنتخب الجزائري قبل مواجهته وديا في أبو ظبي يوم 16 أكتوبر المقبل، ووصف بأن المنتخب القوي، منتخب الجزائر قوي ومدجج بنجوم وخيارات عديدة، كما رفض على حد وصفه تقديم وعود للانتصار على كتيبة محاربي الصحراء، واكتفى بالتأكيد على أهمية هذه الودية القوية قبل كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار بداية من العام المقبل. شوف المصاروة غادي نربحوه، المصاروة غادي نربحو، بالتالي غادي نقول لكم بلي مصر نربحوها، الأخرى كسموها، رأس الأخضر هذه غادي نمسحوها، رأس الأخضر نمسحوها، خاطش عليه المباراة تاع السنغال زادت في اللعابة، يعني واللعابة نشوفو ناس صورتو في المباراة الأخيرة تاع الشامبيون تاعهم وين قدموا مستويات، يعني مستويات في القمة، تمناو هذاك المستويات وهذيك الخدمة تاعهم في الأندية تكون كاينه في المنتخب الوطني، استفادوا فيها في المنتخب الوطني الجزائري. هذا مكان وين يدخل اشبال المنتخب الوطني تربص تحضيري ابتداء من يوم الاثنين المقبل، تحضير لتصفيات مونديال 2026 والتي ستنطلق الشهر المقبل بمواجهه منتخب الصومال والموزمبيق. يعني الصومال والموزمبيق ما نورمالمون نربحوهم ونسكتو سي بوا، ست نقط، يعني ست نقط، بسم الله ست نقط، على بال جايتنا مليحة، على جايتنا مليحة. راه نقول الصومال الصومال تما رانا قالعين نقلعو حاجة كبيرة، الصومال والموزمبيق سي بوا، تروح تلعب مريح، تلعب كوب دي موند مريح، تلعب كوب دافريك مريح، خاطش علاه عندك ست نقط، يعني اللي غادي يكونوا موراه كاين تعثرات، واحد يكون عنده نقطة ولا زوج ولا ثلاث نقط ولا حتى زوج نقط. تولي اللي غادي ينافسنا غادي يدير دو ماتش نيل، وانت تولي عندك ست نقط راك روحت، راك روحت، يعني ست نقط الى شت اللي موراك عندهم زوج نقط نقطة، عرف بلي راك روحت بست نقط، يعني تدخل كوب دافريك يعني مرتاح البال، المناصر، المدرب، اللعابة، المسير، يعني كل واحد اللي يبغي اللي يحب المنتخب الوطني نتفرجوا كوب دافريك مرتاحين، لعابة ومرتاحين، ما تكونش كاينة يعني نقص ثقة ولا سي بوا كاليفيكاسيون كوب دي موند عندك ست نقط، يعني رحمة ربي كاع، هذه هي، كمل كوب دافريك تاعك تجي يعني في مارس ولا في جوان ولا وتقلع من جديد، هذه هي، ما يقولك من دارا وجديد. يعني واستعداد للمشاركة في كأس إفريقيا 2024 المقررة بالكوت ديفوار في فترة ممتدة من 13 جانفي إلى 11 فيفري من العام المقبل، ويخوض الخوض خلال هذه الفترة توقف الدولي مواجهتين وديتين، الأولى أمام رأس الأخضر يوم 12 أكتوبر على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والثانية أمام مصر في الإمارات، في حين يواجه المنتخب الفراعنة زومبيا وديا قبل اصطدام بزملاء رياض محرز. المباراة هذه اللي غادي تكون يعني تكون مباراة تكون خاصة ما بين نجوم، خاصة محرز صلاح. وقال المدرب المنتخب المصري في ندوة صحفية مخصصة للحديث عن تربص المقبل ومواجهة محاربي الصحراء، لا أستطيع ضمان الفوز مصر أمام الجزائر بنسبة 100%، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون كل لاعبين في نفس المستوى الجاهزية حتى نستطيع الظهور بأداء جيد في مثل هذه المباريات القوية، قبل أن يضيف الجزائر منتخب صعب للغاية ولو لعب ب11 لاعب ثم استبدلهم جميعا
سيظهر يعني بنفس المستوى، لكن أؤكد أننا نملك القدرة على خوض هذه المباراة بشكل جيد. وقال بالنسبة لنا مبارياتنا زومبيا والجزائر تمثل اختبار قوي للاعبين لخوض مواجهتين قويتين خلال 72 ساعة. نبحث دائما عن وديات قوية، استعداد لأمم إفريقيا والتصفيات كأس العالم. يعني وغادي تشوف، غادي تشوف مباراة نورمال. لعبنا لهم حنايا بوقرة ولعبنا بالفريق الثاني، هما لعبوا الفريق الأول ما ربحوناش، موان 2020 ما ربحوناش، درنا معاهم 0-0. كنا رابحينهم 1-0. يعني ما نورمال عادي، النصر ما نربحوهم هما راهم في 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 ما راهمش، ما عندهمش تشكيل، ما راهمش مستقرين. يعني في المنتخب ما كاش استقرار، كاش استقرار، هذه هي ما عندهمش استقرار. ونربحوهم ونستفادوا من يعني تربح مصر، تربح السنغال، تزيد تربح مصر، راك تربح، راك رابح زوج تاع زوج، لا زوج منتخبات لعبوا فينال كوب دافريك. خلينا منا حنايا نهار السنغال يعني كسر خير الحارس، لعبونا في الكوزينه. ويأتي تصريح المدرب البرتغالي ليؤكد بأن المنتخب الوطني لا يزال يتمتع بسمعة قوية في القارة السمراء رغم إخفاقه يعني إخفاقات كبيرة عام 2022 في كان الكاميرون والفشل في الوصول إلى مونديال قطر، وهو ما يفسر إصرار على برمجة مواجهات ودية قوية مع أكبر منتخبات الإفريقية لقياس مدى جاهزية لاعبيه والتطلع لرفع المستوى الخض مع كبار القارة قبل اختبار كان كوتيفوار حتى يتمكن من رد الاعتبار يعني للجزائر المنتخب الوطني بعد الخروج من الدور الأول كأس إفريقيا الماضية بالكاميرون والإنهزام بطريقة يعني ما تصورش. ما نقولوش ما نروحوش نحصلوا في كيسموه، ما نحصلوش في 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 قصر، لا لا، غلط عصرات، غلطة، عدم قراءة، عدم استهزاء بالكاميرون، يعني دخول كأننا رانا داخلين نحتفلوا بشي بين البو، ها وين صرات الغلطة أخويا، هذه باش يكون على بالك، الغلطة صرات هنا، الغلطة صرات فماك، أيوا، الغلطة صرات فم خويا. باش يكون على بالكم، لازم شو بير ما هدرتش على بالوزداد في القرعة الصعبة، يعني نورمال القرعة ما كان لا صعبة لا والو، كان لا صعبة لا والو، قرعة مكاسرة ما كانش صعبة، قرعة مكاسرة، عندك منت عندك نادي ولا عندك منتخب خويا. أمام برك أعطي فيها كاع مكاش، هادي هي هادي من التالي خويا، شنو كي لو هدر على عوار تاع التصريحات تاع مورينيو. يا خويا عوار اش غادي نقولك، عوار راه في روما ضربوا كان يا عوارة في المنتخب الوطني الجزائري، يخدم يخدم باش يلعب، شنو غادي نديرو، يخدم باش يلعب وصايك، اوكي عند اللعب يا خويا، ها راه عدلي ياسين عدلي يخدم وصل يا خويا، راه ديجا عندهم عند شو نهضروا مصر وراهم عندهم يعني 3 اصابات في المنتخب المصري، عرفت شو كيفاش؟ هادو كاع يساعدونا، اش يساعدونا؟ انا ماذا بيا كون يلعبوا لنا كرون كومبلي، انا ماذا بيا نربحها كرون كومبلي، فهمني خويا؟ انا ماذا بيا نربحها كرون كومبلي، ما نكذبش عليك، فرونسي يلعبوا لنا كرون كومبلي، هي يجب العمل العمل العمل.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم جديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي.